الله وبركاته. معكم محمد سالم من حملة اختيارك. معانا النهاردة الدكتور خالد الديب، مرشح على فردي دائرة متغامرة. في البداية نحب الدكتور خالد الديب يعرفنا عن نفسه في سبيل مختصر. أنا اسمي، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اسمي خالد محمد الديب، من جامعة 52 سنة، يعني دكتوراه في طب جراحة العيون، استشاري طب جراحة العيون. السي في بقى ممكن يتقال في وسط الحاجات الاجتماعية. عندي متزوج، عندي 4 أولاد، عضو حاجات كتيرة أوي، يعني عضو اتحاد أطباء العرب، عضو لجنة الرئاسة الإنسانية، عضو جماعة الطبية الدولية الإسلامية، عضو كثير من جماعات الخلية في مغامرة الخليل الحمد لله، وحصل على طول مثالي سنة 96، ومثلت مصر في حاجات رئاسية كتير في النيجر وغانا وتوجو ونين والسودان 4 مرات وأوغندا باكستان. دكتور، لو حبينا نعرف بشكل بسيط للناس عن عضو مجلس الشعب، هيبقى دوره بالذات في الدوره البرلمانيه اللي جايه، انها تبقى دوره تبني مستقبل مصر. فلو حبينا نتكلم عن دور عضو مجلس الشعب الرئيسي في الدوره البرلمانيه الجايه، الدور الرئيسي في المرحله القادمه، دور عضو عموما، يعني عضو مجلس الشعب دوره الرئيسي تشريعي ورقابي. عضو مجلس الشعب انتهى عصر بقى ان بالنسبه لعضو مجلس الشعب بشنطه وماشي يعمل خدمات فرديه وهكذا، لكن احنا في مرحله حرجه، فالدور التشريعي والرقابي هو ده اللي لابد ان يمارس بمنتهى الدقه. التشريع اولا هو مجلس الشعب هيختار اللجنه اللي هتحط ان شاء الله تضع الدستور، والدستور ده لابد ان يوضع بدستور توافقي بين قوى الامه كلها، بحيث انه 100 اللي اختاروا الدستور يمثلوا كل طوائف الشعب ان شاء الله. اما دوره في دايرته فهو التنسيق مع المحليات او ضبط ايقاع المحليات في توصيل الخدمات للمجتمع. طب حضرتك في كلام حضرتك قلت ان مناقشه الدستور وتكوين اللجنه اللي هي توضع الدستور، فمن وجهه نظر حضرتك دور حضرتك هيبقى ايه في مناقشه الدستور؟ وليك اراء شخصيه كدكتور خالد ديب، وآراء اللي هتمثلها حضرتك عن حزب الحريه والعداله. نعم، هو زي ما اعلن في كل الاماكن ان الدستور ده ليس من تخصص الاغلبيه، ولكن لابد ان يكون الدستور يوضع بحيث يمثل بصدق وواقعيه كل طوائف الشعب وكل توجهات الشعب، ولذلك لابد ان يوضع في كل ممثلين عن النقابات المختلفه، عن العمال، عن كل طوائف الشعب لابد ان تمثل، لان ده هيبني فتره تشريعيه لعشرات السنين قدام، وبيؤسس في وضع البلد في المرحله القادمه، ولا بد ان يكون دستور توافق. الدستور لا يوضع بالاغلبيه ولكنه يوضع بتوافق كل القوى الوطنيه في البلد. طيب بالحديث بقى عن الدستور ومستقبل مصر، حضرتك تشوفها دوله برلمانيه ولا برلمانيه رئاسيه ولا رئاسيه؟ ومع توضيح بس الفرق ما بينهم بشكل مختصر. وإذا كنا احنا بنسعى الى دوله مؤسسات، مش انا كفرد لا اقول كده وكده، لكن عندنا بنتبنى في حزب الحريه والعداله اساسا كنا بنتبنى البرلمانيه حتى لا نصنع فرعون جديد، لان النظام الرئاسي هو ان توضع كل السلطات في ايد رئيس الجمهوريه، معناه انك انت بتصنع فرعون جديد، واحد حطيت في ايده كل السلطات لابد ان شاء الله يكون مين حتى؟ هيبقى فرعون. النظام البرلماني عكس كده تماما، ان تكون السلطه كلها في ايد الحكومه المنتخبه. لكن اللي يناسب حاليا، يعني ده كان راينا في حزب الحريه والعداله الفتره السابقه، ان هو النظام القادم يكون نظام برلماني، لكن في وسط الظروف اللي احنا فيها دلوقتي والمرحله اللي بتمر بها البلاد، يعني رؤي يعني انه كان يفضل يكون المختلط زي نظام فرنسا كده، ان توزع السلطات بين رئيس الجمهوريه وبين الحكومه المنتخبه. بالحديث عن الدكتور خالد الديب، ماذا يعمل الدكتور خالد الديب في الشارع بتاع دايره متغامر الاجر؟ على النحو السياسي وعلى النحو الاجتماعي. ما هو ده خليط من الاثنين، السياسي انا قلته في الاول، ده الحمد لله من صغري وانا بمارس عمل السياسه، انا كنت رئيس اتحاد طلاب في ثانيه ثانوي، عضو اتحاد طلاب الجامعه، ممثل نقابه الاطباء في المدن من بعد التخرج لحد دلوقتي، عضو في جمعيات كثيره وجمعيات، سواء جمعيات خيريه او جمعيات سياسيه، ومارست كل العمل من خلال العمل النقابي والحزب وكده. اما في الشارع فالحمد لله انا شاركت في انشاء معظم الجامعات الخيريه الموجوده في اللي هي قصد المراكز الطبيه الخيريه، يعني مركز الطب التخصص بتاع البحيره انا عامله، مراكز كتير في القرى موجوده،
الحمد لله انتهيت اخيرا في تطوير مستشفى رمض او قسم رمض في مستشفى الغام، وقمت مع بعض حوالي 30 زميل بانشاء مركز العيون وانشاء مركز الليزر تسهيلا للناس بدل ما كان الاول بيسافروا الزقازيق وطنطا والمنصوره وكده. فلما كنت موجود مع الناس في الشارع وبعدين وجودي في مدغم في وسط اهلي 52 سنه ده اعطاني فرصه ان الواحد يكون له يعني يكاد يكون علاقه خاصه وتفاعل خاص مع كل واحد في البلد وكل اسره في البلد. يعني الحمد لله الواحد رفض عقود مغريه جدا واحد سافر بره وقاعد في وسط بلده هنا 52 سنه عايشتهم همومهم. احنا كنا كلامكم في شباب اللي انا كان جواب الحمد لله بيطوروا العيش، انا كنت كان في مؤتمر طوروا العيش وبيشنع على ايده. فالواحد مش بيسمع عن مشاكل الناس، الواحد عايش مشاكل الناس مش منعزل عنها يعني. فلذلك يعني الحمد لله بفضل الله رصيد عند الواحد في الشارع. طيب انا اخترت ان انا طبيب مثالي عن محافظه دقهليه سنه 96، وكنت اول مره يتعمل مسابقه الطبيب المثالي دي من الانتخاب. الدكاتره هم اللي اختاروني الحمد لله يعني. ده عن الغم. طيب ده الرصيد اللي حضرتك في الغم. دايره بقت كبيره وحضرتك تتكلم في 100 وشويه قريه. فهل نفس الرصيد ده موجود في مثلا في مركز اجا مثلا في القرى التابعه للمؤامره القرى التابعه لاجا؟ هو في المجال الطبي كان ليا دور الحمد لله في ان انا طفت الجمهوريه كلها، يعني كان تركيزي في ان انا ازاي معاناتي او شايف الناس الشعب بيعاني ازاي، كان تركيزي ان انا اقدم خدمه طبيه ميسره للناس من خلال العمل التطوعي والقوافل الطبيه المجانيه وغيره. فالحمد لله كان معظم هذه القوافل في مركز الغام، وشيء الحمد لله يذكر برضه في مركز اجا وغيرها من الاماكن، بس يعني اللي كان الاقرب فالاقرب يعني في قرى كتير في اجا وقطعها الحمد لله في هذه المنطقه. بالاضافه للتعاون مع جامعات خارجيه خارج الغام برضه في اجا مركز اجا من خلال ان هم يكشفوا العياده مثلا مجانا، يبقى في تعاقد انا كشف العياده الحمد لله عندي يعني عكس ما اتقال في الاشاعه ان هو 100 جنيه اللي عليك انت مريض وعارف ظبط العياده كشف 25 جنيه. فوجئت ان الحمد لله الفتره اللي فاتت قالوا 100 جنيه ولا قال 70 ولا مش عارف كام، هو كشف اساسا 25 جنيه في العياده. وكان كنت حريص من اول يوم في حياتي العمليه ان احساسا بالناس انه اقدم خدمه طبيه ميسره من خلال المراكز الطبيه المتخصصه، المراكز اللي هي مستوصفات خيريه، القوافل الطبيه المجانيه، التعاقد مع كثير من الجامعات الخيريه في الغام وخارج الغام ان هو يبعتوا الحالات الفقيره عشان تكشف مجانا عنده في العياده. وقعدت سنين اشيل حاجاتي معاه واروح مستشفى الغام كان لسه الجمهور ما جهزتش، الحمد لله جهزناها دلوقتي بمبالغ ضخمه جدا بالجهود الذاتيه وتعاون الزملاء الافاضل واداره المستشفى، بفضل الله عملنا شغل كويس الفتره اللي فاتت. من خلال حس حضرتك لمشاكل دايره مدوره اكتر، حضرتك شايف المشاكل المتركزه في ايه بما يناسب مطالب الناس؟ يعني الناس شايفه ايه المشاكل اللي لازم تتحل ويقدر يحلها عضو مجلس الشعب؟ هو بدايه الغم من الاماكن اللي حرمت من الخدمات سنوات طويله، ودي باينه الشوارع واضحه عامله ازاي، المجاري عامله ازاي، طوابير العيش اللي الواحد بيتعاكس من ساعه ما بنشوفها لحد دلوقتي، البوتاجاز المشكله، فالخدمات عموما ضايعه تماما. بالاضافه بقى للحاجات العامه، البطاله المنتشره، غياب العداله الاجتماعيه عموما، يعني كل واحد في مصلحه يبضوا